مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وجي توكس. وانا قلت لكم انه انا من المره الماضيه لما شريت هذا السيرفس برو اني انا شكلي راح اضل اعمل فيديوهات عن انبوكسنج لاشياء ما لها داعي. شوف ليترالي هو ليتلي انا قاعد بشتري اشياء جد ما لها داعي، وانا مش عارف ايش اللي خليني اروح اشتريها وشو اللي يقنعني اروح اشتريها. اني هاو، امبارح او هو من اسبوعين هيك او ثلاث، اخوي قاعد بيلعب براسي بيحكي لي اسمع معلم، انت خلاص روح اشتريت سياره، روح اشتريت مايكروسوفت سيرفس برو، ورحت عندك مليون الف كاميرا، وعندك تلفون، وعندك مش عارف شو، نزل الايفون 12 لازم تشتري. يا زلمه شو سبوت، شو لازم اشتري يا زلمه؟ كثير غالي ما له داعي، وانا زلمه حكيم وما راح اشتري. لا حكيمه، حكيمه يعني ايه حكيمه؟ بتدي حقن. المهم من كثر ما انا حكيم، راح اخوي خلانا نشتري الايفون 12 برو لإله. وهذا الايفون 12 برو البلو، صراحه لونه كثير حلو، وهو تو بي اونست من ديزاينات الايفون اللي انا كثير بحبها، فخلاني اضل امسك الموبايل واطلع عليه. المهم انا ضليت مقاوم اني انا ما راح اشتري الايفون 12 برو، لانه ما فيش داعي اشتري تلفون ايفون 12 برو مش عارف ب 1000 دينار ولا ب 5000 ريال ولا ابصر كم 1000 دولار، وانا اساسا معي السامسونج نوت 10 بلس اللي له سنه تقريبا معي، والبرفورمانس تبعه كثير مرتب وابن عالم وناس. فالمهم ضل يجنني يجنني يجنني، وجاسر طبعا يدخل اونلاين ويطلع اوفلاين، وانا متنح ما بدي اشتري الايفون. المهم سيرفس برو له يومين ابصر شماله هيك متنح معانا، قلت لكم راح اطلع احكي لكم اذا البرفورمانس تبعه منيح ولا لا، بس لسه مش هلا، بس له يومين قاعد بعمل ريستارت، اتس ريستارتنج هيك السكرين بس تعمل ريستارتنج، حاولت اطفيه، حاولت اشغله، حاولت اسوي اللي بده اياه، تفضل الشحن، يخلص الشحن، يكمل شحن على الفاضي، ات از ريستارتنج. فقلت ما الي غير اني انا اروح على المكان اللي انا اشتريت منه المايكروسوفت سيرفس برو واحكي لهم بدلوه، مالوش 14 يوم معي. المهم رحت، شوف كيف ربك لما يوفق، كبس على الباور 3 سكندز وشغله واشتغل وما كان في اي مشكله. اموره جدا طبيعيه. الحكم من الموضوع انه كل اللي كان انه اي ثينك ربنا كاتب اني انا اشتري الايفون 12 برو ماكس اللون ازرق ديزاينه بجنن ابن عالم وناس. للاسف اشتريته. فخلينا نفتحه مع بعض. صراحه العلبه كثير اليجنت، بس انا بحب دائما لما اشتري الاشي يكون سعره غالي اطول وانا بطول اشياء من جواته، بس هذا التلفون بهذه العلبه اللي كثير صغيره اللي هو قد كف ايدي، اي داوت اني انا راح اطول وانا قاعد بفتح في هالايفون باكج. تحتوي على ايفون 12 برو ماكس، حجم الشاشه 6.7 بوصه، والوزن 226 جرام، وكيبل يو اس بي سي ما شاء الله ما شاء الله، يعني تلفون معه كيبل يو اس بي سي. الى لايتنج، يباع محول الطاقه وسماعه الراس بشكل منفصل. يا راجل دفعتونا عليه 5200 ريال اللي ما تخافوا الله، يعني 1000 دينار تقريبا، مش حاطين فيه لا سماعه راس. كله حكي فاضي. المهم انك انت لما تشتري ايفون 12 برو ماكس بمليون اشي من اللي معك، ما راح تاخذ معه الشاحن ولا راح تاخذ معه السماعه، راح تشتريهم بشكل منفصل. وهذا هو الشكل المنفصل للهيدسيت، الهيدسيت اللي هم ايربودز برو وايرلس تشارجنج كيس، هذول الهيدسيت. فانت لما تروح تشتري الموبايل يوجوالي راح تشتري هذا معه، تشتري هذا معه، يمكن ما تشتري هاي السماعات تحديدا، بس راح تشتري سماعات ان جنرال لانها ما بتيجي معه اساسا، مش زي التلفونات الثانيه. وللتشارجنج بلج او الباور ادابتر، يعني بتدفع كثير. المهم تعال نفتحه والله صراحه يعني لما يفتح السمكه ما لقاش الختم. تو بي اونست انا هذا الديزاين هو الديزاين الوحيد من ديزاينات الايفونز اللي انا حبيته، اللي هو كان اي ثينك على الايفون 5 او ال5 بلس، وانا ليترالي شريت الايفون 5 او ال5 بلس في وقت كان له زمان نازل، فانا ما عجبني البرفورمانس تبعه، فما رحت مع الايفون بالمره وما رحت مع الابل بالمره، وانا اصلا الابل ما بحبش السيستم تبعهم لانهم شايفين حالهم يا رب ما اصير من البيج فانز تبعون ابل واصير دائما اشتري. انا شريته بس لانه الديزاين تبعه بحبه، لانه تو بي اونست اللون تبعه فلكي. ف
هذا هو الموبايل، والموبايل بيجي في العلبة وبيجي كمان في العلبة هذا التشارجنج بلاج. اي ثينك انه كل المعضلة كانت انه مدخله اللي بيدخل في الموبايل اللي هو انتم متعودين عليه، بعرف شو اسمه عند ايفون، والمدخل اللي بيدخل في الادابتر هو يو اس بي سي. انا مش عارف ليش جبت المحول الادابتر، لانه انا اساسا السامسونج نوت 10 بلس اللي عندي البلاج تبعه اساسا يو اس بي سي بياخذ، بس انا قلت خليني اجيب اللي هو الباور سورس اللي ريكومندد من الشركه نفسها عشان ما يتحججوا باي شيء لما يخرب ان شاء الله قريبا. ان شاء الله ما يخرب. نفكها مع بعض زينا. يا عيني عيني، طبعا تستخسر ترميها لانه اذا هذا حقه 5000 ريال فهي بتطلع حقه 200 ريال اللزقه. المهم فهذا هو الايفون 12 برو ماكس اللي بحب يشوفه. وليش انا عم بعمل هذا الفيديو؟ لانه انا واخوي ضلينا في ديبيت قد الكوكب، نرجع لهي العلبه بعدين، انه يا زلمه لا تشتري الايفون 12 برو ماكس لانه حجمه كثير كبير ودفش. وانا اقول له لا يا زلمه، انت بدك تروح تشتري البرو انت حر، روح اشتري البرو العادي، انا بدي اشتري البرو الماكس. فهذا هو الايفون 12 برو العادي، وهذا هو الايفون 12 برو الماكس. هذا هو من الجهتين. كانت الشاشه مفتوحه فان شاء الله ما نكونش فضحنا الزلمه مش عليها ولا اشعار. المهم هذا هو، انا شريت اللون الازرق، بيجي بثلاث كاميرات، هذا بيجي بثلاث كاميرات، فما في فرق بينهم الا السايز عشان تكون عارف. هذا هو فرق الحجم اللي بين التنين هدول. طب ليش انا كنت مصر اني انا اروح مع الايفون ال 12 برو الماكس مش الايفون 12 برو العادي؟ هلا بحكي لكم. لانه انا كنت بستخدم سامسونج نوت 10 بلس وما بقدر، ايدي ما حتتعود على الحجم الاصغر منه. هلا اذا بحط هدول التنين مع بعض ستيل السامسونج نوت 10 بلس اكبر من 12 برو ماكس بالادجز، بس يعني هو تقريبا نفس السايز بس بالادجز، لانه هذا حوافه حاده وهذا حوافه جاي فلت، فهذا هو الفرق الوحيد اللي بالحجم بين الاثنين. فاي ثينك انه هذا السايز هو السايز اللي انا راح اقدر اتعامل معه لانه ايدي متعوده على هذا السايز. فما راح اشغله هلا على الفيديو لانه انا معلوماتي مع الابل زي معلوماتكم انتم بالتشاينيز، واذا انت بتعرف تشاينيز فتكون معلوماتي في زي معلوماتك انت في الجابانيز، واذا انت بتعرف جابانيز فكونسيدر انه انا ما عنديش معلومات اصلا عشان تريحني وريحك وتوكلش راسي وما اكلش راسك. فراح ارجع اللزقه هلا حاليا عبين ما انا اخلص الفيديوز وافضاله واشوف بدك مني. طبعا انا بهدلت امه من الاشياء اللي انا ما شريتها لزقه البروتكشن، راح اشتريها يمكن بكره او بعده، والباك كفر، لانه انا شفت من المكان اللي اشتريت منه التلفون ما عنده الابل باك كفر اللي على حكيه انه هو الثيكنس تبعه اقل من اي ثيرد بارتي باك كفر، لانه لما شفت الثيرد بارتي باك كفر لقيت انه الثيكنس تبعه راح يسوي التليفون حجمه 3 اضعاف قلت لا حبيبي سيبنا منك. المهم تروح مع العلبه الثانيه اللي انت راح تشتريها ان شاء الله اذا بدك اياها، واللي هي قصه شو هذا؟ استنى بعرف ايش فيها، بلاوي زرقاء، فيها الجلد تبعت السماعات، فيها كيبل الشحن تبع السماعات، وفيها السماعات نفسهم. وانها كانت بتشتغل رقاصه. ايوه الحقيقه يعني كانت بترقص. وهذه هي السماعات، ايش اسمهم؟ الايربودز برو. وانا باي ذا واي اول مره راح اتعامل هيفلي مع منتجات ابل، ان شاء الله انها تعجبني. هذه هي الهيدسيت البرو، وخلينا نطلع حبه منها. هي بتيجي حبتين، واحده يمين وواحده شمال، واحده يمين وواحده شمال، قاعده يمين وقاعده شمال، قاعده شمال وقاعده يمين، قاعده شمال وقاعده يمين. نحن هذه هي السماعه، تيجي واحده رايت وواحده ليفت، وهي المفروض انه as long as انها الايربودز برو فهي بتعمل نويز كانسليشن بشكل كثير تمام. طبعا راح اجربهم وان شاء الله في فيديو لاحق بعد عمر طويل بشوف لكم شو الفيلم هذا اذا هو ليترالي صح او غلط. فبنحط هذا هون، نيجي للعلبه الثالثه اللي راح تشتريها مع التلفون تبعك. للاسف شوف كم شغله انت شريت سيبريتلي، وهو التشارجر او البلاج او الباور ادابتر او وات ايفر او الفيش، سميه اللي بدك اياه. المهم في شيء راح تدفع عليه انت كان المفروض تاخذه مع العلبه اساسا وانت ما اخذته. المهم هذا هو الادابتر اللي انت بتشتريه، هو 20 وات باور ادابتر. فهذا هو الباكج الكامل. انا واحد من الناس اللي هيفلي بيستخدموا سامسونج والاندرويد والمايكروسوفت والويندوز
وما عمري استخدمت السيستم تبع ابل اللي انا ما بعرف شو اسمه بالضبط iOS ISO ما المهم وعمري ما استخدمت الابل برودكتس فراح استخدم هذا التلفون وبعدين راح احكي عن ايش راح يكون الفرق بين النوت 10 بلس يوز وبرفورمانس والابل 12 برو ماكس بعرف مقارنه ما راح تكون عادله لانه هذا اقدم من هذا كثير لازم اجيب الاس 20 الترا بس ديفينتلي ما راح اجيبه او النوت 20 الترا بس ما راح اجيبه فبقارن لكم مع هذا ومن هون لما اقارن مع هذا حطوا لي في الكومنتس انه مبروك لان دفعت عليه كثير فبتنزلوا بتحطوا لي مبروك اذا حدا استخدم الايفون برو 12 الايفون 12 برو ماكس يحط لي في الكومنتس اذا في تيبس اند تريكس لاني انا ما بعرف استخدمه ولا بعرف اذا راح اعرف استخدمه وما بعرف اذا حبيته او راح احبه فحببوني في الكومنتس وبدي انصحك نصيحه اخويه حاول انك تمسك حالك على المصاريف لاني انا في الشهرين الماضيات بعرف شو تهيئ اللي دفعت للجامعه وشريت سياره جديده وتلفونات جديده ومايكروسوفت سيرفيس برو جديد فنصيحه انا دائما احكي في الفيديوهات حاول انك انت ما يكون عندك وقت فراغ وملأ وقت فراغك عشان تطور من حالك وإلى آخره واحدة من الأشياء اللي انت حتطور على حالك فيها انك انت ما راح تصرف المصاري اللي معك زي ما انا قاعد بعمل فحاول انك انت دائما تظلك مشغول من هون لأشوفكم المرة الجاي سلام